الاوكسيديشن اوف فينولز زي الكاتيكول اهو اللي هو 1 2 ديول. ده هنستخدم ويك اوكسيدايزنج ايجنت اللي هو البوتاسيوم فيريسيانات. ده هيحول الاو اتش لسي دبل بوند او، هيدينا اورسو بنزو كين. نقدر بعد كده نعمل ريدكشن تاني بالسلفر دايوكسيد، هيرجع تاني يدينا كاتيكول. طيب الهيدروكينون، الهيدروكينون هنستخدم سترونج اوكسيدايزنج ايجنت اللي هو الكروميوم ترايوكسيد، هيدينا البارا بنزوكينون. بعد كده نقدر نعمله ريدكشن تاني بستانس كلورايد، هيدينا الهيدروكينون تاني. طيب تالت رياكشن الالكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن، ودي خدناها طبعا في اول جزء خالص اللي هو الالكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشنز. طبعا الفينول ده الاو اتش بتزود الرياكتيفيتي بتاعه البنزين رينج، وبتبقى الفينول بيبقى فيري رياكتيف توورد الكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. الهيدروكسي جروب دي بتبقى ايه؟ بتبقى سترونجلي اكتيفيتنج جروب وبتوجه للاورثو والبارا بوزيشن. طيب والسترونج اكتيفيشن اوفن مينز ذات مايلد رياكشن كونديشن ذان ذوز يوزد فور بنزين. يعني احنا بنستخدم كونديشنز مايلد، لان اصلا البنزين رينج هتبقى اكتيف، فاحنا مش محتاجين كونديشنز صعبة يعني عشان الرياكشن يحصل. وده معناه ان ممكن يحصل بولي سبستيتيوشن، يعني ممكن يدخل في الأورثو وممكن يدخل في البارا. طيب نيجي نشوف الاسايليشن اوف فينول. لو جينا نعمل للفينول اسايليشن، الفينول ده اكزامبل للبايدنتيت نيوكليوفيل. يعني ايه؟ يعني يقدر يتفاعل في تو بوزيشنز، هيقدر يتفاعل ويعمل سي اسايليشن على الكربون اللي هي اللي في الأورثو والبارا، ويقدر وده طبعا بالفريدل كرافت رياكشن، ويقدر يتفاعل يعمل او اسايليشن على الاكسجين نفسها، وده اللي هو بيبقى الاستريفيكيشن. وده طبعا باختلاف الريجنتس اللي هنستخدمها، يعني هنا هنستخدم ريجنت وهنا هنستخدم ريجنت تانية. طيب لو عايزين نعمل السي اسايليشن، يعني انه يدخل في الاورثو والبارا على الكربون، اسايليشن على الكربون، يبقى هنستخدم اسايل كلورايد او انهيدرايد في وجود الALCl3 الالومنيوم كلورايد. طيب لو ما استخدمناش الالومنيوم كلورايد وحطينا الصوديوم هيدروكسيد مع الاسايل كلورايد او الانهيدرايد، هيعمل او اسايليشن، يعني الاسايليشن هيحصل على الاكسجين اهو. هنا الفينول وحطينا الومنيوم كلورايد مع الاسايل كلورايد، هيدينا اورثو هيدروكسي اسيتوفينون او بارا هيدروكسي اسيتوفينون. كده الاسايل جروب او الاسيتايل جروب دي دخلت على الكربون اللي هي في الاورثو والبارا. طيب لو ما حطيناش الالومنيوم كلورايد وحطينا صوديوم هيدروكسيد، يبقى الاسيتايليشن ده هيحصل على الاكسجين، مش هيحصل في الأورثو والبارا، لا هيحصل على الأكسجين وهيدينا فينايل أسيتيت. طيب الفينايل أسيتيت ده ممكن ان احنا نرجع نعمله ري أرينجمنت وندخله تاني على الكربون، وده اسمه فرايز ري أرينجمنت. ان الفينايل أسيتيت اللي هو الأسيتايل جروب اللي احنا دخلناها على الأكسجين، نقدر نعمل لها ري أرينجمنت وتدخل تاني على الكربون اهو. ادي الرياكشن ده الفينايل اسيتيت، وهنحط بقى الومنيوم كلورايد كاتاليست. ده هيخلي الاسيتايل جروب هتسيب الاكسجين وتدخل في البارا بوزيشن، هتدي بارا هيدروكسي اسيتوفينون، وده اسمه فينايل فرايز ري أرينجمنت. طيب نيجي للرياكشن ده الريمر تيمن رياكشن. الريمر تيمر رياكشن ده هيحصل في الأورثو بوزيشن، هتضاف الدهايد جروب على الأورثو بوزيشن وهيدي ساليسيل الدهايد. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه الميكانيزم بتاع الرياكشن ده؟ اول حاجة الصوديوم هيدروكسيد
هيتفاعل مع الكلوروفورم وهيدي تراي كلوروكاربين. طبعا الكلوروفورم الاتش اللي في السي دي اسيدك، لان الكلور كل واحده بتسحب، وسهل ان الكربون دي تفقد الاتش، فبتهجم الصوديوم هيدروكسيد الاو اتش بتاعته، هتهجم على الاتش تاخدها، وهيتبقى تراي كلوروكاربين. التراي كلوروكاربين بعد كده هيفقد صوديوم كلورايد وهيدي داي كلوروكاربين. الداي كلوروكاربين ده الكتروفيل. طيب ليه الكتروفيل وهو عليه كده لون بير؟ لان هو حواليه كده دلوقتي 6 الكترونز، وهو محتاج 8 الكترونز عشان يبقى ستيبل، فهو كده كأنه هو عليه بوزيتيف تشارج، محتاج اصلا الكترونز، فهيجي يتفاعل مع الفينوكسايد اللي هو الفينول اللي فاقد الاتش، هيبقى عليه الاكسجين عليها نيجاتيف تشارج. الاكسجين دي المفروض هيحصل ريزونانس، وتيجي في الاورثو بوزيشن الدبل بوند دي هتيجي تهجم بقى تاخد ال CCl2، فهتيجي يدخل بقى هو في الاورثو بوزيشن، و يدخل في الاورثو بوزيشن ويبقى الفينول اتاتشد لايه؟ لل CCl Cl. بعد كده هنحط ميه، الميه دي هتعمل هيدروليسز، هتحول ال Cl ل OH، يبقى الاتنين Cl هيتحولوا لاتنين OH، بعد كده هيفقد ميه وتبقى ايه؟ سي دبل بوند او اتش. طيب ال ONA اللي فوق دي هنعمل ايه؟ هنعمل اسيديفيكيشن، هتتحول ل OH، وكده حصلنا على الساليسيل الدهايد. الريمارتيمن ده هيحصل في الاورثو بوزيشن، هو والكولب شميت رياكشن برضو هيحصل في الاورثو بوزيشن. ده هنا هنعمل انترودكشن ل COOH جروب، هتدي ساليسيليك اسيد. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا الصوديوم فينوكسايد هيتفاعل مع الكربون دايوكسيد، وبعد كده هنعمل اسيديفيكيشن هيتحول ل COOH. هنشوف برضو الميكانيزم، نفس الكلام هيحصل ريزونانس، وهيدخل الكربون دايوكسيد في الاورثو بوزيشن، وبعد ما يدخل في الاورثو بوزيشن هيحصل هيدي بقى ايه؟ سي او او ان اي، تمام، هيحصل كيتوين والفورم، ويرجع تاني ال او اتش هترجع تاني مكانها. وبعد ما ادينا سي او او ان اي هنعمل اسيديفيكيشن اسيد، هيحول الصوديوم دي ل اتش وهيدينا الساليسيليك اسيد. فينولز ان دراجز اند اندستري. Senses of bisphenol A اللي هو BPA. BPA is employed to make certain plastic and epoxy resins. بيعمل نقدر نصنع certain plastics اللي بتدخل بعد كده في ال water bottle وال sports equipment وال CDs وال DVD. هنشوف الوقتي ايه الطريقة اللي نقدر نصنعه بيها. The compound is synthesized by the condensation of acetone with two equivalents of phenol. يبقى هنستخدم acetone و two molecules من الفينول. The reaction is catalyzed by strong acid such as hydrochloric acid. يبقى احنا هنستخدم acetone و two molecules of phenols في وجود strong acid، هيدينا ال BPA. Formation of phenol formaldehyde resin. Phenolic resins account for a large portion of phenol production under the trade name Bakelite. يبقى احنا هنصنع الفينول formaldehyde resin منين؟ من الفينول زائد الformaldehyde، هيدخل في الأورثو بوزيشن CH2OH، وبعدين هنحط فينول تاني هيدخل ال CH2OH في الأورثو بوزيشن بتاع الفينول التانية، وبعدين هنحط فورمالدهايد هيدخل
في الأورثو بوزيشن بتاع الفينول اللي موجود، وبعد كده هنحط فينول وهكذا لغاية يفضل يعمل بوليميريك تشين. الأسبرين صوديوم فينوكسيد is a precursor of preparation of acetyl salicylic acid اللي هو الأسبرين. يبقى احنا الأول هنستخدم الصوديوم فينوكسيد. الصوديوم فينوكسيد هنفعله مع الكربون دايوكسيد at high temperature and pressure اللي هو الكولبس رياكشن اللي احنا عملناه من شوية. Then the formed salicylic acid is acetylated using acetic anhydride and acetic acid. هو ده التفاعل، الصوديوم فينوكسيد مع الكربون دايوكسيد، حرارة عالية وضغط عالي هيدينا الساليسيليك أسيد، ده الكولبس رياكشن. الساليسيليك أسيد هنفعله مع الأسيتيك أنهيدرايد هيدينا أسيتايل ساليسيليك أسيد اللي هو الأسبرين. باراسيتامول and فيناسيتين، both باراسيتامول and فيناسيتين are analgesics and are used for treatment of common cold. هنشوف دلوقتي التحضير بتاعه ازاي. اول حاجة البارا نيترو فينول هنعمل له ريدكشن، فالان او 2 هتتحول ل ان اتش 2 يبقى بارا امينو فينول. بعد كده هنحط اسيتيك انهيدرايد واسيتيك اسيد هيحول ال NH2 ل NHCOCH3 هيدي بارا هيدروكسي اسيتانيلايد اللي هو الباراسيتامول. يبقى احنا الاول عملنا ريدكشن للبارا نيترو فينول، عملنا له ريدكشن، بعد كده حطينا اسيتيك انهيدرايد واسيتيك اسيد، دول ادونا البارا هيدروكسي اسيتانيلايد اللي هو الباراسيتامول. بعد كده هنحط صوديوم هيدروكسيد هيحول ال OH ل ONA، وبعد كده هنحط ايثايل برومايد ال NA هتطلع بقى صوديوم برومايد وهيدينا الفينستين في الاخر. شكرا.